السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد كبير جدا من متابعي ومحبي ومشجعي المنتخب الجزائري يبحثون الآن بشكل مكثف عن موعد مباراة الجزائر والكاميرون والقنوات الناقلة للمباراة، حيث تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم وأقوى المباريات والتي ستحدد بشكل رسمي المنتخب الذي سيحصل على تأشيرة التأهل إلى كأس العالم قطر 2022. وكان المنتخب الجزائري قد عاد من الكاميرون بفوز غال جدا بنتيجة 0-1 عن طريق الهدف الذي أحرزه اللاعب إسلام سليماني ليضع المنتخب الجزائري قدم في كأس العالم، حيث من المنتظر أن تنطلق المباراة في مساء يوم الثلاثاء القادم 29 مارس على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بالتوقيت الجزائري. ويصل المنتخب الجزائري إلى كأس العالم رسميا في حال تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة القادمة، وستكون المباراة منقولة على قناة الجزائرية الأرضية بشكل مجاني، وكذلك تقوم قناة الرياضية السعودية بإذاعة المباراة بعد أن نجحت في شراء حقوق بث مباريات تصفية إفريقيا لكأس العالم 2022. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.